ما تهزرش يا هاني، يعني انت كنت بتمشي في المنطقه وانت صغير من غير بنطلون؟ امال استنى يا عم سيف لما حد يشدلي البنطلون. لا ناصح معلش ثانية واحدة، عشان مش أول مرة يحصل لي الحركة دي، حضرتك مش سايبة كلينكس جوه ليه؟ إيه ده؟ جايز أخيراً أخيراً دخلت التواليت، بس الحمام غريب قوي، ما فيهوش ولا صابون ولا حتى هاند لوشن. بقول لك إيه، معاكي أنتي بكتيريا؟ أنتي هبلة يا بنت أنتي، وأنا همشي ببكتيريا ليه هنا في شنطتي؟ أنا ما قلتش بكتيريا. إيه ده؟ لمع باشا لمع. لا لا بسكوتش معلش، المرة الجاية يعني مش هنستنفع منك بأي مصلحة. معلش المرة الجاية، المرة الجاية. طب شك شك مرزوقة تعالي جنبي، شك شك مرزوقة تعالي جنبي، تعالي جنبي. بقول لك ايه، بقول لك خش على الباشا بيحب الفلكلور ده. هو اتلمع باشا، خد لما علي النضارة دي مبصمة. عايزها نفس اللون ولا غير لك لون؟ المهم اشوف بغض النظر. خلاص هعمل لك العدسات واعمل لك الجزمة هدية. بجد؟ اه والله. ماشي انا موافق. المهم يا جماعة دلوقتي هنعمل ايه؟ هنخش المينا بقى ازاي؟ بقول لكم ايه؟ انتوا مفيش أي حد فيكم يعرف أي حد في المينا هنا أو ظابط؟ لا ما نعرفش، تعرف أنت؟ أنا بص أنا ليا اتنين صحابي ظباط، واحد ظابط في المتحف الزراعي والتاني في المباحث. ما حلو المباحث ده؟ لا ما هو المباحث ده شغال في مباحث الكهرباء. أنا ما أعتقدش حد أعرفه هينفع يدخلنا. طب يعني ايه؟ هنروح يعني ولا ايه؟ احنا يا اما نروح يا اما نكلم عبد العزيز. اقسم بالله كنت متوقعه منك. تجننت يا بنت ولا ايه؟ عبد العزيز مين ده اللي انت عايزه تكلميه؟ ثانيه واحده بس، مين عبد العزيز ده؟ ايوه صح، مين عبد العزيز ده؟ قريب ابن خال امي، امين شرطه هنا في بورسعيد، بس كان عينه مني. عينه منك يعني ايه؟ يعني كان عايز يتجوزني، بس انا نفضت له عشان خاطر دبدوبي دوبي. طب ايه المشكلة دلوقتي انك تكلميه؟ ايوه صح، ايه المشكلة انك تكلميه؟ المشكلة انه عيل لازق كده وملزق. معلش يا شريهان، لو هينفعنا اعصري على نفسك ليمونه وكلميه. هو ايه اللي لو هينفعنا؟ بتقولي ايه؟ وانت مشكلتك مع انه هو لازق وملزق بس؟ انت ايه مشكلتك؟ ايوه صح، انت ايه مشكلتك؟ شات اب، انت مين؟ لا مؤاخذة. هيا هاني، ايه مشكلتك؟ برضه هتقولي ايه مشكلتك؟ يا ست الكل اللي بتقولي كان عايز يتجوزها، يعني عينه فيها. أصور يعني ولا إيه؟ أيوة ما مشربهاش وسابقها لك أنت شربتيه. بس يا عم أنت خليك في حالك، خليك مكاني يا عم سيف. إيه؟ دلوقتي الراجل ده كان عايز يتجوزها، يصح كده؟ لا طبعًا ما يصحش. تسلم يا نخوة. سيف. يصح. إيه ده يا أبو الرجال؟ هو أنا ينفع أمتنع عن الإجابة طيب؟ هاني، مش هي دلوقتي خطبتك واختارتك أنت في الآخر؟ أنت مش واثق في نفسك ولا إيه؟ لا الحمد لله عندي ثقة وكرامة وكل الحاجات الحلوة دي. بس انا لو سبتها اتكلم الواد المقاحل اللي كان بيلغيها من زمان دهوت، ابقى انا لا مؤاخذه عيل مقاحلي. الكلمه دي عيب؟ لا خالص. طيب بغض النظر عن الكلمه اللي انا مش فاهماها دي، شريهان هتكلم عبد العزيز عشان احنا نلاقي الفلوس مش اكتر. فلوس؟ فلوس ايه؟ بيعمل ايه في حياتي ده؟ بيعمل ايه؟ بيلمع ركبي. ما خلاص يا عم هتلمع في خادي. لا مؤاخذه اصل افتكرتها بوت. بوت؟ ما انت كده، انت كده بتعزف على رجلي. معلش يا استاذ نيلي، خليها فرصه ثانيه ان شاء الله. وعلى راي المثل قطمه احسن من نحله. نحله ايه؟ انت ليه بتقول كلام غريب قوي كده يا هاني؟ انا ما قلتش نحله اصلا. من الاخر كده يا جماعه شوفوا لكم حل تاني. شوشو مش هتكلم عبد العزيز. هاني، فاكر لما قبل كده قعدنا مع بعض وقلت لي ان عندك احلام كتير قوي مش هتحققها غير لو معاك فلوس؟ دلوقتي لو شريهان كلمت عبد العزيز احنا هيبقى معانا الفلوس دي؟ افكرك؟ قلت لي انك هتتجوز شريهان وهتجيب شقه في حدائق الاهرام عند الخوفو وهتجيب عربيه وهتعمل ألبوم زي أصحابك الأهلوية الدخلوية. أيوة الدخلوية. وبعدين هيكون عندك توك توك مرسوم عليه محمد رمضان من ورا ومكتب عليه الثقافة اللي مش هنتقلب، وهيكون عندك ميكروباصات كتير بتودي من التحرير للطواجن من التواجن للتحرير. طواجن إيه؟ طوابق whatever. هاي هاني قلت إيه؟ وافق بقى، وافق بقى، وافق وافق والنبي والحلو والنبي تبسم للنبي للنبي تبسم. خلاص يا جماعه اللي انتوا عايزينه اعملوه. هكلمه يا دبدوبي. كلميه، بس انت اصلا معاكي نمرته؟ ما متسيفه عندي. متسيفه بقمرت ايه ان شاء الله؟ ما هي دي الشريحه القديمه اصلها. الو. ايوه يا زوزو. اي عبد عزيز ازيك؟ الحمد لله. وانت كمان. وانت كمان ايه؟ قالك ايه؟ قالك ايه؟ وانت كمان وحشني قوي عادي زي ما كل قرايبي يعني بيوحشوني مش فارق لي قوي. بقولك ايه؟ انا في بورسعيد وعايزه اقابلك. لا مش هينفع بالليل. هو انتوا متعودين تتقابلوا بالليل؟ لا لازم نقابلك دلوقتي. انت فين؟ طب ده انا جنبك قوي 10 دقايق وابقى عندك. يلا مع السلامه. يلا يا دبدوبي يلا.
مالك ملهوفة كده ليه؟ يلا عشان نلحقه بس. ثانية واحدة، احنا هنروح كلنا، انا بعد كده كل خطوة هتبقى رجلي على كتفك. اسمها رجلي على رجلك او ايدي على كتفك، انما دي مش راكبة. whatever. افهمي، لو دخلنا عليه كلنا كده هيقلق، فنروح احنا الاول نفهم سكته ايه، وبعدين ما تقلقيش انا ماليش في الحركات دي. ها يلا يا بابي، يلا يلا عشان نلحق نجيب له هدية كمان. انت هتزيد بقى ولا ايه؟ يلا استنونا هنا هنرجع لكم تاني. بقى حاسب لنا سيف عقبال لما نيجي. بس انا حاسب لك ايه الجديد؟ علمت عليكي. بس يا سفروت. بس هي بصراحة علمت عليكي. انت لسه هنا بتعمل ايه؟ امشي يلا. لا مؤاخذة، اصل بلمع اوكر. امشي. يا عم امشي بقى. اوف. لما انت بتبيع جوافة. ايه ده؟ سيف بقولك ايه؟ ممكن تطلب لي حاجة اكلها؟ هتاكلي تاني؟ ايوه البحر بيجوع. في ايه؟ البحر بيجوع. ايوه واحنا بنعوم. اطلب لي حاجة بقى بليز. اجيب لك سرنباق ولا بكلاويز؟ ده ديزرت؟ لا ده ديزرت البحر، ده غير ديزرت الشيطان. بس شكرا يا عم، احنا داخلين هنا. ده طبعا فين يا ابني عماد باشا؟ وانا اعمل كل حاجه بنفسي يا حبيبي. الشمس كلت وشي، انا بعمل تان، حد يستعجلهن. ابو عزيز اقبضوا عليها. لا ايه ده، دي بنت خالتي، عديها. اوعى يا عم. شكرا. عامله ايه؟ ازيك يا ابو عزيز؟ منوره. اتفضلي. شكرا. منوره يا باشا. كرسيين يا ابني. ايه يا بت، موحشكيش الزز ولا ايه؟ نسيت اعرفك، هاني خطيبي. هاني ايه؟ خطيبي. مفاجاه صح؟ معاك بطاقة يالا؟ ايه مالك متوتر ليه؟ يا عبد عزيز بطل هزار، يموت في الهزار من وهو صغير والله. خلي بالك من هزاري. ماشي. رجع يا ابني كرسي. ليه مكسور ولا ايه؟ لا ظريف ولذيذ. ازيك يا بنت خالتي؟ الحمد لله. كده ما تسأليش على الزوز ولا حتى تسألي على خالتك. معلش بقى. ناسية؟ ناسية لما كنا نلعب في بير السلم. تلعبوا ايه في بير السلم؟ باتيناج يا هاني، باتيناج أطفال. اه بس اتفرج عليها بعد الباتيناج، كانت تقعد ترقص لنا الوش الفجر. ترقص لمين يا غندوره؟ كنت عيله عندها 7 سنين وبشنب كده يا هاني. اتفرج عليها وهي بتتحزم بالشنب وبترقص شيك شاك شو. كنت بتعملي كده فعلا؟ طفله يا هاني، طفله عيله بنت. ولا طفله؟ مالك يا دافش لياد، انت مبرشم ولا ايه؟ طلع اللي في جيوبك. لا بقول لك ايه، انا مش هتفتش غير في الاسم. برشام ايه بس يا عبد عزيز؟ ده هاني ده راجل محترم ومبطل بقاله 4 شهور. لا هرجع له بقى. طب كني يالا. امورين يا بنت خالتي. معلش بقى يا عبد عزيز، كنا عايزينك في مصلحة كده. يا سلام، ده انت الغالية تأمريني، ده انت جاي من سفر. ثانية واحدة تاخر يالا. اتفضل احمد باشا. اتفضل يا باشا. لا مؤاخذة قلبها مضيافة، بس دول قرايبي. دي قريبتي والواد ده ما اعرفوش. هات يا ابني قهوة. مظبوط. ايه يا باشا؟ قهوة. مظبوط. قهوة مظبوط للباشا يا ابني. ايه يا عبد عزيز اللي بيحصل عندك؟ مفيش يا باشا، انا لمحت جسم غريب، وبحكم خبرتي وحنكتي في الداخلية انا شاكك ان هو قنبله. فين هو الجسم الغريب ده؟ هات يا ابني الكيس الاسمر اللي تحتك. انت ما بتعرفش توطي ولا ايه؟ لا يا خفيف، هات يلا. بص يا باشا، هو يبدو للانسان العادي ان هو قنبله، بس انا شاكك ان ده يكون منبه. اشتبه ايه يا ابني، دي قنبله. جبت القنبلة منين يالا؟ يلا اجري، هنموت هنموت. اجري يالا اجري. عارفه يا نيلي؟ دي أول مرة أقعد فيها على البحر مع واحدة لوحدينا. أنت بتهزر صح؟ بهزر إيه؟ أصلك قلت لي عارفه يا نيلي أول مرة، عارف يور لايك مسلسلات يعني. على فكرة أنا ما بهزرش، وعلاقتنا أصلاً ما تسمحش بالهزار. طب أنت ليه قفشت؟ أنا بهزر معاك. ما قفشتش، لو سمحت ما تهزريش معايا عشان علاقتنا ما تسمحش بكده. يا جامد سيب النعجة يا خروف. على فكرة ده عاكسني وشتمك. لا على فكرة ده عاكسني أنا وشتمك، لأنه قال يا جامد مش يا جامدة. هو لو عكسك أنت وقال يا جامد وأنت مبسوط بالكلمة يبقى المشكلة أكبر بكتير. أنا مش مبسوط، هو شايفني جامد، لكن أنا ما قلتلوش يقول لي يا جامد. بس هو قال النعجة، سيب النعجة يا خروف، فأنت الخروف لأن النعجة دي أكيد هي البنت. ما أنت النعجة يعني شتم زي ما أنا قلت. أي بس هو يشتمني، أنت سايبه يشتمني يعني؟ خد هنا يالا، أنت بتشتم مين يالا؟ خد يا دي، انا محدش رباك في بورسعيد يلا خد. والله
اهو. خروف قوي. نعجة قوي. بص انت بتعمل ايه؟ الحركة دي تبك المسلسلات. مسلسلات ايه؟ والله بجد بيكونوا قاعدين كده على البحر والولد بيكون بيرمي توب وكمان بيصورهم من ظهرهم عشان يبينوا البحر وهم بيكونوا بيكلموا عادي. على فكرة انا عايز اجيبها في اخر كونتينر اللي فوق ده. ايوه ليه يعني الماسكة دي؟ جر يالا. ما عرفنا انك ظابط خلاص. خلاص. نيلي نيلي خدي. يلا. ده بقى عبد العزيز قريبي وده مستر سيف مدير الشركة اللي أنا بشتغل فيها ودي نيلي السكرتيرة بتاعتي. يا دين النبي بقى دي السكرتيرة بتاعتك أنت؟ شفت الزمن يا أستاذ عبد العزيز؟ أنبليفبل. إيه؟ فعلاً يطلع من الزفار جمبري. عيب يا عبد العزيز أنا واقفة. لا مؤاخذة يا بنت خالتي. طب ما تقعدوا يا جماعة. اتفضلوا ونخش في الموضوع على طول عشان ما نعطلش عبد العزيز باشا. اجري يلا هات لي قهوة. لا على فكرة في قهوجي يا باشا ممكن تطلب منه اللي انت عايزه. ايه دي المعلومة الجوهرية دي؟ ما انا عارف في قهوجي، عايزك انت تجيب لي قهوة. ليه يعني؟ بكرهك يا اخي. ماشي. قهوتك ايه يا باشا؟ مانو. لا انا ماليش دعوة انت بتدلعها بتقول لها يا مانو ولا يا ناني، انت قهوتك ايه؟ لا ده انت لذيذ كمان، انت تجري تجيب لي القهوة المانو وميه سقعانة. ميه ايه؟ سقعانة. انت بتضحك عليا. ميه سقعانة. بورسعيد نورت يا ست الكل. ثانك يو، ميرسي قوي. أمريني. الأمر لله يا عبد عزيز، زي ما أنا قلت لك كده بالظبط، عايزينك تدخلنا المينا ولا أنت هتكسفني بقى قدام مديري والسكرتيرة بتاعتي؟ لا لا هو أنا أقدر، بس هو الموضوع يعني صعب اليومين دول عشان المينا شدة شوية، وأنا لو دخلتكم على مسؤوليتي هتأذي، يرضيكي؟ أنت بتكلمني ليه؟ هي اللي بتكلمك على فكرة. إيه ده هي اللي بتتكلم؟ أصل أنا فاكر يعني الصوت سابق الصورة. ده احنا جايين لك من اخر الدنيا، هتكسر بخاطرنا ولا ايه يا عبد العزيز؟ وانا اقدر اكسر بخاطرك يا حته كنافه؟ ده غريب جدا، انت ليه بتبص لي انا؟ هي اللي بتكلمك، هتدخلنا المينا ولا ايه؟ هو الموضوع عايز شويه ترتيب بس ما تقلقيش. طيب لا احل قهوه هنا قدام عبد العزيز باشا. القهوه دي مانو ولا ما القهوجي هم تساله هو. يا دي انت ليه مصمم تقول معلومات مهمه؟ ما انا عارف انه القهوجي، فاكره صاحب المكان. غور ياد من هنا. اجري هات لي علبه بوكس. مش هجيب. هات لي علبه بوكس ولا تركب البوكس. خلاص بقى يا عبد العزيز سيبك منه وانا هبقى اجيب لك البوكس. ماشي بس ما تقعدش. ليه يعني؟ ما بحبكش يا اخي، خليك واقف كده. معلش يا هاني، اللي يعمل ظهره قنطره يستحمل الدوس. ما قلتليش يا باشا انتوا عايزين ايه بقى من جوه؟ عشان انا ليا حبايبي وممكن يجيبوه لك. جوه فين بالظبط؟ من جوه المينا. جوه. ده سؤال ذكي جدا. ميرسي. والله احنا كنا عايزين من جوه، كنا عايزين نوصل لكونتينر. ايه كونتينر ده؟ حضرتك شغال في المينا ومش عارف يعني ايه كونتينر؟ ما بحبش اختلط بحد. بس حضرتك كنا عايزين نخش الكونتينر ده نجيب. هنجيب ايه؟ ورق. هنجيب ورق من الكونتينر. عايزين ورق مهم لازم احنا اللي نجيبه بنفسنا من جوه. بص يا ست كل. لا 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 كده بقى كتير قوي. لا انا بلفت انتباهك بس، هو الموضوع يعني معقد حبتين، بس انا هظبط اموري وهبقى لغيكي. ممكن رقم تليفونك عشان الغيكي؟ دو سمثينج. لا هتشتم بالام ادوس على قلبي عادي. ركز معايا انا يا عبد عزيز، وموضوع التليفونات ده ما بيننا. انا كنت متاكده ان انت هترجعنا من بورسعيد مجبورين. وانا اقدر اكسفك يا بنت خالتي. طب بالاذن انا بقى. لا اله الا الله محمد رسول الله. عايزك في كلمه يا بنت خالتي. ماشي. رايح فين يالا؟ جاي معاك. خليك هنا. ليه ان شاء الله؟ يا اخي مالكش قبول عندي، ما بحبكش. وسع. عبد العزيز بيه. ايوه. انا شفتك فين قبل كده؟ انت تعرف النقيب علي ربيع؟ لا انا اعرف المقدم محمد انور. لا يبقى ما تقابلناش. صلوا على النبي يا جماعه قولوا اه. شفته؟ عندها حق على فكره، هو لزج وملزق قوي، مع ان الناس اللي هنا مش كده خالص. ليه؟ ما هو لذيذ اهو جدا. هما بيقولوا ايه كل ده؟ اكيد بيقول لها ما تسيبك من البقف اللي اسمه هاني ده واتجوزيني. تحلوش يا عم الحلو. او عارف ممكن يكون بيقول لها ايه؟ سيب النعجه يا خروف. زي يا عم كان بيقول لك ايه؟ قال لي انه موافق انه يدخلنا المينا بكره بس بشرط. شرط ايه؟
يتجوز. هو ده فريق الباسكت البورسعيدي؟ اه هم بتوع الاتحاد. طب لابس طاقية ليه؟ ما هو ده بقى كابتن الفريق. اه ربنا معاكم يا كباتن. عشا كباتن. منور يا معلم سيف. لا نورك يا هاني. هاني واحنا قاعدين في فندق ولا قاعدين في القصر العيني؟ ليه اشمعنى؟ اشمعنى ايه؟ وبعدين بص حاطين له ايه اباجوره؟ ده يحط له قسطره جنبه. مالكش دعوه بيه، مالكش دعوه بيه. انت تعرفه؟ لا ما اعرفوش. هاني. نعم. ممكن تيجي انت مكانه وتنام هو مكانك؟ ايه العشم ده؟ هو خالي عشان اقوم واجي انا مكانه. بدل. تعالى بدل مكاني. يعني انت متخلف. انا اجي مكانك مش انا اجي مكانك. ما هي بقى نايم هو في النص. انت ايه مشكلتك؟ انا مشكلتي ان هو باصص لي اتجاه وشه في اتجاهي انا، يعني باصص لي انا. اه يعني انا نايم بالليل لو قمت فجاه لقيته باصص لي رعب قوي يا هاني. ما تقلقش هو اكيد هيتقلب وهيبقى باصص لي انا. انت تعرفه؟ اعرفه منين يعني؟ ما انت عرفت منين هو هيتقلب. طبيعي يا ابني واحد بينام بيتقلب. هو في ايه هيحصل؟ في ايه؟ وانا بقول لك هيتحول، بقول لك هيتقلب. هيتحول؟ هو ناقص يتحول؟ هيتحول تاني؟ بقول لك ما تقلقش ما تقلقش، هو الدكتور هيجي الصبح وهيقلبه هو. بقول لك يا سيف. ايه؟ انت مش هتقوم تقلع ولا ايه؟ ايه؟ مش هتقوم تقلع؟ انت ازاي تقولي كده اصلا؟ انت ايه يا عم اتخضيت ليه؟ احنا ولاد زي بعض على فكره. ما تقولش جمله ولاد زي بعض، ما تقولش احنا ولاد زي بعض، عشان الجمله دي هي اللي ما تقولهاش. البدايه بتبقى بالجمله دي. بدايه ايه؟ مش قايل طبعا، مش هقول لك. هتنام بهدومك؟ اه انام بهدومي. هتتكرمش؟ ما تتكرمش ما تتكرمش يا اخي. هو انت هتتكسف تمشي معايا وهدومي مكرمشه؟ طب عشان خاطري قوم اقلع. يوه ما تخليك في حالك يا عم. عشان بتزعق. انت اللي زعقت، انت اللي نرفزتني. غطي انت. بص بيعمل ازاي. لا عندي شعر في صدري، عندي 8 اعدهم لك؟ لا ورهم لي. لا اوريهم لك دي لو نزلنا المايه سوا. طب اخرج وتقلع انت براحتك. هتخرج ايه؟ هتخرج وتسيبني معاه لوحدينا وانت مكسوف؟ مش مكسوف يا هاني، خلاص بقى. طب امسك ولع. ما بدخنش. امسك ولع. ما بدخنش يا ابني، احنا ولاد زي بعض. بص هو ولاد زي بعض، اول ما تقولي ولاد زي بعض بتطلب مني حاجه عيب بعديها. عيب ايه؟ انا عايز ابسطك، عايزك تبقى قاعد مبسوط كده. انا مبسوط يا عم. طب مبسوط. امسك ما تطلعش عين امي بقى. ايه ده؟ لو راجل خدها منه. لو راجل خدها منه. كان اللي مديها له اصلا. مديها له ايه؟ هو قام خدها منك غصب عنك. صباح الفل يا عم الحاج. ايوه كارك بقى، شد شد. ايوه قول لي بقى يا عم سيف، انت ونيلي ايه النظام؟ نظام ازاي يعني؟ يعني شايف كده في ود واستلطاف ما بينكم، وبعدين انت سايب دنيتك وماشي وراها ليه؟ طب ما انت سايب دنيتك وماشي ورا شيرهان ليه؟ انت عبيط يا ابني ولا ايه؟ شيرهان دي خطيبتي، وبعدين احنا متفقين افضلها نفسي مقابل ان اخد 10% من المصلحه. هتاخد من خطيبتك 10%؟ قليل صح؟ طب ايه اخد 30؟ انت متخلف؟ دي كده متاجره بمشاعرها. اسم الله عليك، متاجره والتجاره يعني تجاره شطاره. انت بقى اتفقت مع نيلي على كام عشان ابقى فاهم انا اتضحك عليا ولا لا؟ انت عايز ناخد منها فلوس؟ انا راجل نبيل، راجل معطاء. يعني ايه معطاء؟ معطاء يعني مش في محتاج. في معطاء يعني المحتاج، وفي معطاء. المعطاء يدي المحتاج. المعطاء ده ايه؟ عكس محتاج ولا ألعن ولا ايه؟ يا عم انا بساعدها من منطلق الاخوه والزماله. اخوه وزماله بس؟ يعني مفيش هق ومق وتربق؟ لا مفيش هق ومق، لكن يعني ايه تربق؟ مش فاهم. يعني مفيش ملغيه، تليفونات تشحن لها كارت ب10 ترد عليك بكل تون؟ مفيش حب يعني؟ حب؟ للاسف لا. عارف يعني؟ عارف نيلي دي انسانه جميله ورقيقه
وساعات بحس انها قريبه مني، يعني بحس انها انسانه رقيقه ومشاعرها كده بتهفف. انتوا تشوفوها متعجرفه متسلطه، لسانها طويل، لكن هي في الاخر الاخر بيمرر. لا بيكحح. انا ايه اللي جابني هنا؟ انا ما بشربش سجاير. ما تخافش، ما دي مش سجاير. امال ايه ده؟ هو انت ما شربتش الحقني يا هاني. انا بموت. بموت. ايه ده؟ ايه ده؟ انت زي الفل والله، انت خدت نفسين بس. مش قادر اخد نفسي. بس انا اخد نفسي. ما هو انت عشان كاتم نفسك شيل ايدك يا حبيبي. انت بتضحك وراك ليه؟ بتضحك ليه دلوقتي؟ بس انت هو جاي من الشغل تعبان، بتضحك ايه؟ مش قادر اخد نفسي يا هاني. معلش. انا اللي بيحصل لي يا هاني؟ انت اللي شربتني حشيش. لا مش انت. انت اللي شربتني حشيش. بتشربنا حشيش ليه؟ I am sorry. انا اسف. انت هتعمل لي كيوت. هتعمل لي كيوت دلوقتي بعد ما موتتني. اهدى. نفسي يا هاني. على فكره انت عامل دماغ حلوه جدا، حاول تستغلها. الناس بتدفع دم قلبها عشان توصل للي انت فيه ده. دماغ حلوه ازاي؟ انا خلاص انا مش حاسس بنفسي. انا وشي منمل يا هاني. انا مش حاسس بوشي. انت شايف وشي يا هاني؟ موجود اهو. وشي منمل يا هاني. هو انت شربتوني ايه؟ مبيد حشري؟ لا لا لا، وشك منمل عشان انت سكر يا حبيبي. اهدى. على فكره كيف ده اصلا وهم. وهم ازاي يا جماعه؟ مش وهم ولا حاجه. والله وهم. انا مش قادر اتحرك. مش قادر اتحرك. ايدي ما بتتحركش. اتحركي. بقولك اتحركي. اتحركي يا ايدي. وانت هتتفرجي عليها. خليها تتحرك. معلش. مش قادر. معلش. اهدى. انت عارف انت عشان بس كاتم على نفسك، لكن انت لو قلعت هدومك انت زي الفل. هو انت عايز تقلعني وخلاص؟ انت بتشربني عشان تقلعني؟ مش هقلع. يعني مؤاخذه، هما حلوا الكلمات وبعدين قالوا القصه؟ مظبوط سعادتك. ودي قصه ايه بقى؟ قصه عقد الجده بطه. يعني ليله القبض على بطه. القصه نفسها ايه هي؟ صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. زيد النبي صلاه عليه الصلاه والسلام. كانت الجده بطه تعيش في مزرعة سعيدة، وكانت تجري وسط المروج والزروع وتسبح في البحيرة الزرقاء. ايه يا أبلة فضيلة؟ انت بتنايب نختك يالا؟ ايه القصة على طول يا مؤاخذة اقولها؟ انا اسف سعادتك. اتفضل. جدة بطة دي اصلها كان عندها عقد غالي قوي قوي قوي. كويس. وكان في واحد عايز يشتريه منها عشان يقدمه لمراته هدية في الجواز أذن. حلو. لكن للأسف. خير. للأسف تأتي الرياح بما لا تشتهيه السفن. ايه حصل ايه؟ العقد ضاع. ضاع. لكن لقوه بعد كده تحت واحد اسمه لوز. تحت ازاي يعني؟ زي ما انت فاهم ساعتك. عقد الجدة بطة غالي قوي. ضاع. يا ابن الايه يا ميكي؟ يا ابن الايه؟ خلاص هذا ضاع. محلولة يا مؤاخذة. خلاص ازاي سعادتك ومحلولة ازاي؟ نروح يا مؤاخذة للجدة بطة ونجيب منها العقد. ايه ده؟ هو حضرتك تعرف الجدة بطة؟ أعرفها. هو ازاي عم دهب عرف ان احنا رحنا عند بطة؟ أكيد من الراجل اللي كان معاه اللي أنتِ قلتي إنك شفتيه قبل كده سايق تاكسي. لا مؤاخذة يا هوانم، الشنطة بس عايزين نفتشها. اوكي. لا 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 مش بتتفتح كده، هتبوظها يا متخلف. اهي. ايه ده جايبه سندوتشات؟ سندوتشات بس بس. اتفضل. يعني تفتكر يعني عم دهب هو اللي مأجر الراجل ده عشان يتجسس علينا؟ ايوه طبعا. واي نوت. ما تيلا يا عم انت هتاكلها. ثواني بس. فيها قنبله، خلي بالك في السوسته. ها بس اوعى تمسح بقى الصور دي. لا معايا مش همسح. ماشي. انا مبسوط قوي. ليه؟ انت عارف انا بقالي قد ايه ما جيتش المتحف الزراعي ده؟ متحف زراعي ايه؟ هو يا عم المتحف الزراعي ما كله زرع اهو ورد اهو. وعشان كله زرع وورد يبقى المتحف الزراعي؟ طب ما في بلاط، يبقى اسمه ايه المتحف البلاطي؟ لا البلاطي دي في الشتاء. يا سلام. امال ده متحف ايه يا عم؟ ده متحف المجوهرات الملكيه. ايوه هو متحف المجوهرات الفلكيه ده. اخر مره جيته كنت في سنه ثانيه ابتدائي وجاي مع المدرسه. يا راجل. انت ما طلعتش رحلات مع المدرسه؟ لا رحت. كنت بروح بنورما حرب اكتوبر والحركه الدوليه مع بعض. ما رحتش مصنع شيبسي؟ رحت. ده كان يوم جامد، ودونا كيس شيبسي كبير وقعدت ناكل فيه.
ما رحتش مصنع الكراسي؟ ايه ده فين ده؟ لا ابقى اوديه لك انا. ماشي. ايه ده ماشي، حط ال خد منديل اهو. ايه يا وكاله من غير بواب؟ في انت البواب يعني؟ ايوه يا سيدي انا البواب. روح هات لنا سجاير. هروح اجيب لكم سجاير افتشكم الاول. ما يكون معاكم حاجه كده ولا حاجه كده؟ مفيش حاجه كده او كده، معادن لانشون او اي حاجه. ليه داخلين ولاد رجب؟ انت لمد قوي، استنى لما افتشك. اهو يا بيه معاك ممنوعات، انت بتزمر. بزمر ده انا مد انتظار. يا بيه لا انت شكلك واكل حاجه فيها معادن. ايوه واكل سبانخ كلها حديد. انت لمد قوي، اتفضل يا اخويا. واحنا نسرق حاجه يعني؟ ما كل اللي بيخش بيقولوا كده وفي الاخر بيسرقوا. مش هنسرق يا اخويا. اتفضل يا حبيبي اتفضل. استنى انت عايز ايه؟ انا ليميت زيه على فكره. طب ما قلتش ليه كده من الاول؟ اديني بقول لك اهو. اتفضل يا استاذ. شكرا. طب تدخل الليمدين عادي؟ اتفضل. هي دي. هي دي ايه؟ هي دي اللي هنسرقها. تجنن انت يا هاني؟ عايزنا نسرق بنزينه؟ دي كلها كاميرات واكيد هنتقفش في ثلاث ثواني. نتقفش ايه يا بنتي؟ انا عامل حسابي كويس. امسكي شيلي ده معاكي. يا لهوي يا لهوي، مسدس. شايل مسدس ليه يا هاني؟ انت هتفضحينا ولا ايه؟ انت شايل سلاح ليه يا هاني؟ هاني انت حرامي يا هاني؟ صارحني يا هاني، صارحني. انا زي امك يا امي. انا لو حرامي انت هتعرفي على طول. امال ايه ده؟ ده لزوم الامان، مش احنا كنا في منطقه عوا؟ وبعدين ما تخافيش، ده مسدس صوت، احنا هنخش هنهوشهم بيه، ندخل عليهم دخل امريكاني ورز فوكن ماني ونجيبهم كلهم على اي جنب، ندخل على الكاشير نقلبه في كل اللي معاه ونهبق على طول. لا الفكره دي وحشه. اقول لك على حاجه، تعالى نطلع على اول الشارع نثبت لنا عيلين، ناخد منهم موبايلاتهم تجيب لنا فلوس. موبايلات ايه يا بنتي؟ الحرامي اول حاجه بيتكشف منها الموبايلات اللي معاه. اجهزه امن الدوله بتفضل تتتبع هذا الموبايل الى ان ترصد مكان الحرامي ويهبقوا عليه على طول. انت عرفت الحاجات دي ازاي؟ انت حرامي يا هاني؟ هاني انت حرامي؟ قولي مش هزعل. قولي يا بنتي. انا مش حرامي بس ناوي. يلا بقى جمدي قلبك كده ومسكي. لا لا لا. طب والكاميرات؟ اكيد هتصورنا وهيعرفوا وشنا عادي. يعني انا عامل خطه ما تخرش الميه وهتقف قدامي حكايه الكاميرات دي؟ اقلع الشراب. لا ليه؟ قول لي. لا انت لابسه الشراب في كتافك ولا ايه؟ اقلع يا بنتي الشراب. اقلع الشراب ليه انا؟ انت مجنون؟ عشان نلبسه في وشنا فملامحنا تتكرمش فمحدش يقدر يتعرف على جثتنا. حرام؟ ده حرام بتاع الكرمش الوش ده، ده حرام. ده حرامي باين. انا حرامي يا شوشو. يلا بقى اقلعه والا فرتك دماغك. طيب بس انا مكسوفه اقلعه هنا، عيب يعني اقلع شراب في الشارع؟ يا بنتي انت داخله تسرقي بنزينه ومكسوفه تقلع الشراب؟ يلا يا بنتي. طيب معقوله يا نيل اللي جايباني هنا نعمل شوبينج؟ شوبينج ايه يا عبيد؟ انا جيت هنا عشان نسرق هدوم. اي حاجة هنا مش اقل من 1000 جنيه. يعني البتاعة دي ب 1000 جنيه؟ دي ب 2000 ونص. دي ب 2000 ونص؟ انتوا كفرة. ركز بقى عشان عندنا ميشن عايزين نخلصها. ايوه هنعمل ايه؟ بص انا هاخد شوية هدوم وادخل بيهم الفيتن روم كاني هقيسهم، وبعدين احط كام بيس في شنطتي ونخرج عادي. واو يا ذكية يا خارقة الذكاء. ثانك يو. ما هو انت خارجة الحاجات دي هتزمر. ايوه صح. بيكون فيها البزابيزة البيضة الصغيرة دي وما بتطلعش غير بالماشين اللي عندهم. طب وبعدين هنعمل ايه؟ انا عندي حل. نقي كل حاجه انت عايزاها وانا هبطل مفعولها. مفعول ايه؟ البزابيز البيضه الصغيره. ما تقفورش. هتبطل مفعولها ازاي من غير ما حد يشوفك؟ في البروفه. والله انت هتدخل بروفه محل حريمي تعمل ايه؟ يا خارق الذكاء. تعالي ورايا وما تقلقيش. سيف انت بتكلم مين هناك؟ مش بقول حاجات مهمة. طب يلا بقى ما تضيعش وقت. يلا تعالى. كله يثبت مكانه! أي حركة كده ولا كده هنفجر دماغكم! كله يرفع إيده فوق! ارجع على ظهرك! ارجع! كله ينزل على ركبه! اخشع منك له! انزل! انزل يد على ركبه! يلا انبطحوا! كله تمام يا شوشو؟ أيوه كله تمام! بقول لكم إيه ما تقلقوش! هتطلعوا مؤدبين وتسمعوا الكلام هتخرجوا من هنا سلام. لكن اي واحد فيكم هي الشيطان هيفكر له انه كله يسبح مكانه. مالك يا هاني؟ ولا مالك؟ يلا ريحه الشراب هتموتني. انت هتستعبط؟ ما انا غسلاه الاسبوع اللي فات. غسلاه ايه ده؟ ريحته قبر. انت ما بتحطيش دوني على الغسيل ليه؟ بس يلا لم نفسك، عيب. كله يسبح. شو النبي؟ ها ناوليني في اوحى من اللي هناك. هتحطمني.
خد اهي دي. لا بالفانيليا. ماشي استنى كله ينزل، ما تتحركيش مكاني. يلا خد خد. تصدق يلا انك اوفر. ده شرابك الاوفر. ايه ده؟ تصدق ياض عندك حق. ايه ده؟ ده انا اتخنقت وانا عمال اقول ايه اللي مضايقني، دي ريحته صعبه قوي. بقول لك ايه يا ابله، ناوليني الفواحه اللي جنبك دي بسرعه بسرعه. هيا هيا هنعمل ايه دلوقتي؟ ما تقلقيش انا هتصرف، امني بس على اللي عندك. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، عامل ايه يا حبيبنا؟ الحمد لله. بقول لك ايه يا بركه، امرني. هتيجي معايا سكه ودغري يبقى امنت نفسك وهتعيش، هتعمل فيها دكر بقى وعنطره، هفرج عليك الناس دي واخليك منظره. لا لا ولا انطره ولا هرتله ولا اي حاجه، انا اصلا معجب بيك والله. حلو الجو بتاع بوب بويز دوت الام بي سي اكشن ده. كان معاك؟ لا عجبني هايل هايل هايل، بس كان في الماسك بتاع الجوكر، باتمان، فانديتا، بدل الاليانت اللي انت عامله في نفسك ده. ايوه الحاجات دي غاليه يا معلم، وبعدين الموضوع جه خالص فما كنتش عامل حسابي. ما تخلص يا هاني انت هتصاحبه. حاضر حاضر. بقول لك ايه يالا؟ ايه؟ طلع كل الفلوس اللي في الخزنه وحطها لي في كيس. لا هم مش مستاهلين كيس اصلا، بص يعني هم اصلا اهم خد اهم، بص كان لسه استفتاء، امسك كده كده 35 جنيه معاك على القفل. لا 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 خلي فلوسك في جيبك، انا بقولك طلع لي الفلوس اللي في الخزنه وحطها لي في كيس. انا جاي لك سكه ودغري والله، هم دول انا لسه مستلم اصلا، والمدير جه وخد الفلوس كلها. اه والله. انت هتستعبط يلا ولا ايه؟ ايه هتستعبط دي يا استاذه شوشو؟ مش اخلاق منحرفين؟ ايه هاني في ايه؟ ما تقولها على حاجه. ياض ما تكدبش ياض، ده اللي قدامك ده قتال قتله، ده مغتصب اطفال، ده لسه سرق يجي 25 محطه بنزين وفجر 12. اوه بقول لك ايه يا هاني؟ واحده سيلفي بقى انا وانت والنبي عشان خاطري. معلش مش هينفع بلبس الشغل. واحده سيلفي بعد ما اخلص. بعد ما هي كده مش مصدقاني. وانا طلع الفلوس اللي معاك. انت برضو مش مصدقني؟ طب لف بقى اتفرج، بص لف شوف المكنه بقى لف. خلاص خلاص. ايه يا عم؟ انا هتصرف. كله يثبت، كله يرفع ايده فوق. بتتفتح ازاي الصرافه دي؟ من الجنب، من الجنب كده في مشبك صغير. ايه ده؟ انتوا حاطين ازاز حاجه ساقعه؟ اصلها عطلانه بقى لها يومين وانا مبلغ عشان يجوا يصلحوها، فقلت اعملها تلاجه يعني كده يعني اشغل نفسي. ايه يا هاني؟ خلاص تعبنا طلع على فشوش ولا ايه؟ مفيش حاجه هتروح على فشوش، انا مش هخرج من هنا الا معايا 5000 جنيه. عاجبني اصرارك قوي. حضرتك رايح فين؟ داخل جوه. داخل جوه تعمل ايه؟ اصل دي مراتي. ما حضرتك قسيمه. هو انا داخل فندق هناخد بروفتين كونكتد. معلش اصل انا بحب اخد رايه قوي. طب ممكن حضرتك تقيسي وهو يشوف. طب هنعمل ايه دلوقتي بقى يا حبيبي؟ خرق الذكاء انت. هاتي انا اللي هقيس. حضرتك اللي هتقيس؟ ايوه انا اللي هقيس، احنا من مصر الجديده ما عندناش ستات تقلع بره. وارجع في الجنة وقف عدل. حاضر. معلش اصل حمش قوي. انت عارفه بيضربني. مسكت له. اصل انا ساعات بحب كده. هاي حبيبي ايه الاخبار؟ خلصت؟ يا حبيبتي كله تمام. ايه رايك كده؟ تحفه. اصل انا بنحس ببعض قوي. طب بقول لك ايه يا حبيبي؟ ايه يا روح؟ اقلع ده واسلي التاني بقى. طيب يا حبيبتي. ايه رايك؟ حلو قوي. ممكن اطلب منك طلب؟ ايه؟ ممكن تلف لفه كده بس اتاكد شفاف من ورا ولا لا؟ ثواني كده. يا حبيبتي مبين. طب خلاص بقى مش لازم ابقى البسه هنا، ممكن اخليه للساحل. ساحل مين يا قلة الادب؟ اي بنحس ببعض قوي. خلصتي يا حبيبي؟ المقاسات كلها مظبوطة، كله تمام. خشي يلا نقي شوفي هتاخدي ايه. اوكي. اه
سوري يا حبيبي الشماعه جت في عينك. ولا يهمك. انت مستغربه كده ليه؟ انت جوزك ما بيقسلكيش ولا بيضربك؟ لا. انت اكيد مش من مصر الجديده. ايه في الحاجه؟ ما انا ما عجبتنيش حاجه بقى فسبتهم كلهم جوه. طب يلا امشي قدامي. يعني يا هانم بتلففيني وراكي ساعتين وما اشتريتيش حاجه؟ اعمل ايه؟ ما هو مفيش حاجه عجبتني. ابو الجواز على اللي عايزين يتجوزوا. طب ايه رايك انا ما طبختلكش النهارده؟ ما ده استهتار. لو سمحت قول واحد يبص قدامه، واحد وبيقضي بمراته. استني يا وليه. اخرج عادي؟ عيب عليكي. ثقه في الله تعدي. يا نهار اسود. ثانية واحدة من فضلك ارمي الحاجات بسرعة. ابني يا تيم مفيش حاجة. ادي بزباسكم اهي.